كابتن امين، انا هسال المدرب دلوقتي. انت راجل مدرب، تبقى داخل مباراه بتحط لها سيناريوهات. تمام. سيناريو انك تسجل، سيناريو انه يخش فيك هدف، سيناريو انك تحافظ على التعادل، كل دي سيناريوهات بتبقى انت حاططها، واكيد كارلوس كروش وتقسم المباراه برضو نفس القصه وتقسيم المباراه بالظبط. نتعامل احنا بقى مع المباراه دي ازاي بكل السيناريوهات؟ اولا كريم، انت لو قبل المباراه انت مفروض عندك فرصه اكتر منهم، اللي انت كسبان هنا 1-0 صح. فالطبيعي اللي هينزل مشدود فرقه السنغال اللي هي محتاجه تتعادل، وبعد يفكروا في التعادل، وبعد ما يفكروا في التعادل يفكروا ازاي يكسبوا المباراه. صحيح. فالحته دي لازم تستغلها اللي انت لازم تبقى في الملعب. اول حاجه لازم يبقى فيه هدوء، ولازم بكره انت عارف ان انت بتلعب في دوله افريقيه، اكيد الحراره هتبقى غير ما بتلعب هنا في مصر. فلازم بكره اللعيبه تحط في دماغها ان الكوره هي اللي تشتغل، مش اللي انا اشتغل، لا الكوره هي اللي تشتغل. ليه؟ انت بتلعب مع في رطوبه وفي درجه حراره عاليه، فمحتاج ان الكوره تبقى في الرجل زي ما بيقولوا من رجل للرجل. أيوة. هتبدا تلعب الكوره الطويله، الموضوع هيبقى صعب عليك جدا، خاصه ان هم عندهم اطوال وانت بتديهم فرصه ان هم يجوا لك بالكوره. اول نقطه. تاني نقطه، انا لسه كنت بتكلم مع كابتن صديق بره، مهم جدا الشوط الاولاني اللي انت تحافظ على مرماك ما يستقبلش اي هدف، وكل ما الوقت زاد كل ما السنغال هيبداوا يبقى فيه اندفاع، هيبقى فيه مساحات. فلازم اهم حاجه بكره في 90 دقيقه، احنا ساعات بيقول لك ايه اما تلعب قدام شمال افريقيا يقول لك اول ربع ساعه مهم جدا. انا بقول لك بكره اول 45 دقيقه لو طلعت ان شاء الله متقدم او متعادل 0-0، فانا شايف دي هتديك فرصه ان الشوط الثاني هيبقى عندك زي ما كابتن صديق قال، هيبقى هتلاقي في اندفاع، هتلاقي نص الملعب بدا يطلع بتاعهم، خط الدفاع يطلع على نص الملعب، فهتلاقي عندهم ثغرات وهتلاقي عندهم مساحات اللي انت ممكن تستغل المساحات دي. مهم جدا بكره. يعني انا برضو عايز سريعا كده، لو انت بتتكلم على فرقه السنغال، هم محور ادائهم كله مندي رقم 6 صح، وده زي ما بقول لك ده اللي بيلعبهم كوره وده اللي بيطلب الكوره على طول. انا في اعتقادي بعد المباراه الاولانيه هو كل شغلهم بيبقى من اللي هم تجميع اللعب ويحط الكوره عشان سادو ماني يشتغل فردي على الراجل باك رايت، يا اما الراجل اسماعيل صار، وده لعيب مهم جدا اللي هو يشتغل. اللي بيميز اسماعيل صار في عن ماني اللي الراجل ده متنوع، الراجل ده ممكن بيطلع لك بره يخش لك جوه، يعني مش اللي هو محفوظ. فمهم جدا بكره اللي انت لو بتدافع، طبعا انا شايف اللي انت ما ينفعش تنزل بكره اول ربع ساعه تبقى ضاغط عليهم، لا انا ممكن العب بكره زون من ثلاث ارباع الملعب، خليهم ينقلوا كوره، وبعد ثلاث ارباع ابدا اضغط في نص الملعب. هي. كيروش معروف عنه اللي هو بيلعب ثلاثه في نص الملعب، ومهم جدا بكره الثلاثه يضيق المساحات. انا زي ما قلت لك الاثنين دول اما بياخدوا الكوره اما بيشتغلوا لجوه مهم قوي. لو تفتكر ماتش كوت ديفوار، اسماعيل صار وسادو ماني، مهم جدا لو تفتكر ماتش كوت ديفوار في الامم الافريقيه، احنا نجحنا وكل الناس طلعت النني وحمدي فتحي والسولاي نجوم المباراه، اللي هم كان ليهم دور مهم جدا في النقطه دي، اللي هي اللي هو الراجل ده لو بيتحرك لجوه مش هينفع الباك رايت بتاعك يبدا يخش معاه لجوه، اللي انت هتفضي للباك ليفت. فمهم جدا الباك رايت بيفضل هنا، والراجل الديفندر النني او السوليه اللي ناحيه الكوره هو اللي بيقابل اللي جايب الكوره لجوه. دي مهم جدا ان انت المساحه اللي بين السيرد باك والباك اللي لازم بيغطيها، اللي بيغطيها الراجل الديفندر اللي هو الثالث في نص الملعب. فدي لازم هتديك بكره اللي انت اولا هتضيق المساحات عليهم، هتعمل لك كثافه في نص الملعب كبيره جدا، اللي من خلاله تقدر يبقى في الى حد ما توازن في خط نص الملعب. مهم جدا بكره اللي ما ينفعش زي المباراه الاولانيه اللي الكوره تبقى على طول على ورا او على الجناب. وخلي بالك احنا سجلنا الهدف من تمريره اتلعبت صح من تحرك لمحمد صلاح في مساحه اتحطت له جاست يعني تشيب خفيفه كده، الراجل قطع وراح، وهم عندهم مشاكل في الحته دي. وانت كولوبالي لعيب كبير وبيلعب في نابولي، وسيسي اللي هو هيلعب بكره بيلعب في اولمبياكوس، الناس دي عندها اطوال صح. بس عندهم مشكله في المرونه والرشاقه، واي لعيب طويل حتى انا لما كنت بلعب اي لعيب فوق ال 190 سنتي خط الدفاع هتلاقي عنده حته الترنات طبعا بعافيه شويه زي ما بيقولوا طبعا. فمهم جدا النقط اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي ان شاء الله بكره نشوفها. الحاجه الثانيه الكور الثابته بقى الماتش الاولاني، انت لو شفت احنا عملنا 35 فاول الشوط الاولاني، دي نقطه مهمه جدا. وخلي بالك انت هتلعب بكره هناك، مع احترامي بقى انت هنا يعني هناك انت عارف في افريقيا ممكن واحد يروح هتقول لي فار مش فار، ما مش لازم انا يعني ايه ابقى حاطط اللي فيه فار، انت العب الماتش ده كان ما فيش فار صح. فخلي بالك الكور الثابته هم عندهم اطوال وانت ما عندكش اطوال بالشكل الطبيعي، فهتلاقي بكره كل ما تعمل فاولات كل ما الدنيا هتبقى خطر، فلازم نقلل الفاولات من على الجناب زي يعني ما نعملها زي الماتش الاولاني. الحاجه الثانيه الثوابت اللي لينا هم عندهم مشكله فيها. ايوه. وده ظهر في كره الونش اللي هي جت في كتفه ومصطفى محمد، ولو تفتكر برضو ماتش كاس الامم الافريقيه الونش جاله اثنين على البعيده، اتلعبت له على البعيده، لو كان في تركيز كان ممكن يحرز اهداف. طيب.